الاخبار الدائمه الناس تسال عليها اخبار الحراره ايه، الجو اخباره ايه، حر جدا ليه، الحراره بتسيطر علينا كمان من يوليو وخلال شهر اغسطس كمان. دكتور ايمان شاكر، اولا مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذ احمد، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. حر النهارده جدا حقيقي فعلا، النهارده كان في فعلا ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحراره، يمكن وصلت درجه الحراره اليوم على القاهره 42 درجه، ويمكن احنا كنا نوهنا على هذا الارتفاع في درجات الحراره. نعم. اللي هو ارتفاعات مؤقته في الحراره، لكن بدايه من غدا ان شاء الله هتبدا تنخفض درجات الحراره بشكل ملحوظ بعد ما سجلت 42 درجه القاهره اليوم، غدا متوقع 36 درجه، ثم مع يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع تصل ل 34 درجة على القاهرة، فهنبدأ نشعر باختلاف فعلا الكتل الهوائية. أيضا السواحل الشمالية يمكن كان فيها ارتفاعات في درجات الحرارة، اليوم وصلت الأسكندرية ل 38 درجة، بداية من غدا هترجع للمعدلات الطبيعية وتعود ما بين 32 ل 33 درجة السواحل الشمالية. شمال الصعيد أيضا هتنخفض درجات الحرارة وتوصل ما بين 40 درجة، ومع نهاية الأسبوع ل 37 درجة. يمكن جنوب الصعيد ما زال مرتفع في درجات الحرارة، لكن مع نهاية الأسبوع تنخفض قليلا، فنقدر نقول إن الموجة الحارة هتبدأ تنكسر معانا إن شاء الله بداية من غدا، ومع يوم الثلاثاء هتكون أكثر انكسارا، وهيكون في فرق وتغير بشكل كبير في الكتل الهوائية المؤثرة علينا. بعد ما كان بيأثر علينا منخفض الهند الموسمي، هنبدأ نتأثر بالمرتفع الجوي، رياح قادمة من مناطق من جنوب أوروبا، انخفضت المناطق دي بدرجات حرارتها، فهتبدأ إن شاء الله تأثر على جمهورية مصر العربية إن شاء الله. معانا الانكسار ده يا رب كده يبقى مستمر معانا لحد إمتى؟ الأسبوع الجاي كمان؟ إن شاء الله حتى بداية الأسبوع الجاي مازال مستمر معانا هذا الانكسار في درجات الحرارة. بنشهد أمطار على مدار ثلاث أيام ماضية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، يمكن نتيجة تذبذب الفصل المداري. ده فعلا أمطار على منطقة طبعا حلايب وشلاتين، بحيرة ناصر، أبو سمبل، منطقة الوادي الجديد، يمكن بقالنا ثلاث أيام بنشهد أمطار رعدية على هذه المناطق، وأيضا مصحوبة بالرمال والأتربة المثارة، وما زالت مستمرة معانا على مدار الثلاث أيام القادمة، وده نتيجة ارتفاع الفصل المداري اللي دايما بيتذبذب في يعني فصل الصيف، وخاصة شهر أغسطس بيأثر على دولة السودان، شمال السودان، ويبدأ يدخل للحدود المصرية، فما زالت الأمطار مستمرة معانا مع الرمال والأتربة المثارة اللي بتقل الرؤية الأفقية على هذه المناطق، هي مناطق الحدودية فقط، أما باقي مناطق الجمهورية غير متأثرة تماما بهذه الأمطار أو الرياح المحملة بالأتربة. طيب البحر اللي كان الأيام اللي فاتت حاجة بتحذروا أيضا من البحر والأمواج وارتفاعها، الأيام الجاية إيه عشان الناس كمان المصطفين؟ هو النهاردة وبكرة ما فيش أي مشاكل في الملاحة البحرية، لكن اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع القادم هيبدأ يكون في ارتفاع في الأمواج، وخاصة البحر المتوسط ممكن ارتفاع الأمواج يصل لثلاث أمتار أو أكتر، وطبعا يمكن غدا هيكون في تحذير رسمي هيصدر من الهيئة بارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، هيكون من مساء الثلاثاء ويستمر حتى بداية الأسبوع القادم، يعني الويك إند هذا الأسبوع هيكون في ارتفاع في الأمواج، فده مهم جدا إن احنا ناخد احتياطاتنا طبعا لكل السادة المصطفين على ساحل البحر المتوسط. ده معناه الناس يفضل ما تنزلش الميه؟ طبعا هي طبعا ما تكونش كل الشواطئ، لكن طبعا المدن الساحليه المطله على البحر المتوسط بدايه من مطروح والاسكندريه ومرورا طبعا ببلطيم وراس البر وجمصه بتتاثر بهذه الارتفاعات في الامواج، طبعا مع المحافظه بيبقى في متابعه، الشواطئ اللي بتتاثر بارتفاعات امواج بيتم رفع الرايه طبعا عليها، الرايه السوداء والرايه الحمراء، طبعا بيكون في انذار للمصطفين، فطبعا اول ما يشوفوا الرايات لازم ان هم ما ينزلوش، لان فعلا بيكون في خطر وحمايه الارواح أهم من أي شيء، فإن شاء الله ما يحصلش أي مشاكل وتمر بأمان على كل المصريين. دكتورة إيمان، الرطوبة أخبارها إيه؟ لأن الأيام اللي فاتت كان من الحاجات كمان اللي كانت ملاحظة الأسبوع اللي فات تحديدا، أو كان الرطوبة؟ الرطوبة طبعا بتكون دايما مرتفعة في شهر أغسطس، ويمكن فعلا كان في ارتفاع كبير في الرطوبة على مدار الأسبوع الماضي وآخر أسبوعين من شهر سبعة، يمكن النهاردة برغم ارتفاع الحرارة الشديد إلا الرياح كانت جنوبية غربية، فكانت نسبة الرطوبة منخفضة، الأيام القادمة هترجع تتحول الرياح لشمالية غربية، فهتبدأ تزيد نسبة الرطوبة، لكن مع انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة إلى حد ما هيكون في إحساس ألطف، خصوصا هيكون في سرعات للرياح سرعات الرياح بتشتت الرطوبه، فان شاء الله احساس بالرطوبه سواء في فترات الليل او النهار هيكون اقل من الايام الماضيه، ويمكن هنبدا نشعر كمان باجواء لطيفه اثناء فترات الليل والصباح، افتكر هنشوف نسمات هواء لطيفه في ساعات الليل المتاخره، وهنبدا نشعر بيها ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع.
بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر.